بقيت ساعة واحدة فقط على انتهاء المناوب. هذه الأغنية رهيبة. أجل أرقص عليها تلقائياً. شكراً. أها جيد جداً. من التالية؟ مرحباً. فستانها جميل صحيح، لكن هل يمكنها الغناء؟ غير مبهر. يا للهول، ما هذه النقود؟ صوتها ممل، متى ستنتهي؟ أيقظيني عندما تنتهي. مهلا، من تلك الفتاة خلفها؟ واو، إنها عاملة التنظيف. هل هذا صوتها الحقيقي؟ نبرته مميزة، إنها موهوبة. سأنصرف. لا تتحركي. ماذا؟ أنا في المسابقة؟ أنا ملكة الحفلة؟ انتهت المنافسة، أنت جديرة بهذا التاج، تهانينا. وأخيراً عثرنا على موهبة حقيقية. تجاهل القفازات. من تظن نفسها؟ هذا التاج يجب أن يكون على رأسي. آنسة بيتي، إنه وقت الاستيقاظ. سيكون يوماً رائعاً. نمت جيداً. رداؤك يا آنستي. شكراً. سأخذ حماماً الآن حتى أحافظ على استرخائي. آمل أن المياه لا تزال دافئة. رقائق الذهب مفيدة للبشرة وتمنحها رونقاً لامعاً. يمكنني البقاء هنا طوال اليوم. أوف، أشعر بالبرد. هل حلت نهاية العالم؟ أفسد المنبه نومتي الهنية. لا أحتاج القهوة مع هذا المنبه. أشعر بالنعاس. سيساعدني الدش على الاستيقاظ. أتشوق لبعض الماء الساخن أو الدافئ على الأقل. لم أسدد فاتورة الماء. مرحبا. يبدو أني لن أستحم اليوم. المناديل المبللة أفضل من لا شيء. رائحتها منعشة. آمل أن يكفيني منديل واحد أو منديلان أو ثلاثة. استخدمت الكثير. أشعر بالانتعاش الآن. يقال إن الحب الحقيقي أهم من الأموال والثروات. هل هذه المقولة صحيحة؟ بقيت خطوات معدودة وحان وقت طلب يدها للزواج. كيفن، ستصاب عيني بالعمى. هذه مشكلة الألماسات الكبيرة. موافقة طبعا. غرفة الطفل هذه رائعة. عزيزتي، اشتريت العربة الذهبية كما أردت بالضبط. لحظة، لن تدفعي العربة. هذا عمل السائق. جيد، سنقضي وقتا ممتعا. انتظري لحظة. شكرا عزيزي. هل تحتاجين توصيلة؟ التدريب مهم للغاية. سأضعها هنا. لنذهب لشراء الآيس كريم. واو، عربة ذهبية، لم أرى مثلها في حياتي. لم أجلب أي عربة لطفلي. جرة ماء. حان وقت الإبداع.
الحاجة أم الاختراع كما يقال. أليست رائعة؟ حان وقت اختبارها. سأضع الدمية بداخلها. سأغطيك باللحاف. كم هذا رائع! هذا المطعم جميل. هل يوجد أحد هنا؟ المقبلات يا مدام، هذه أفضل أطباقنا. صحة وعافية. سأتناولها كلها، شكراً. تبدو جيدة، طعمها مقبول. أوه، لا أحب الخضار. هذا أفضل. حلوى جيلي؟ لذيذة. هل استدعيتني؟ مستعدة لطبقي الرئيسي؟ خذ كل الأطباق. أمرك. أوه، هذا هدر للطعام. وأفضل طبق لدينا؟ حسناً، الغداء جاهز. يبدو شهياً. هل بقي ملح؟ لا بأس. يبدو جيداً. أنا أتضور جوعاً. ما ألذ هذا الطعام. سأغسل الصحن الآن، لكني لا أزال جائعة. لا أحد حولي. انتهيت، لا حاجة لغسل الصحن. أراك في المرة القادمة. أنا إنسانة عملية. أشتهي الشوكولاتة منذ الصباح. حسناً، الحساب دولاران. أوه، لا أظن أن لدي ما يكفي. آسفة، هذا سلف. لا أظن ذلك. أهلاً بك في شقتك يا آنسة. ليست سيئة حقاً. كلها لي طبعا يا آنسة. ماذا أنت بارعة فيها؟ نعم، أقضي كل وقتي هنا. آسفة. انطلقي. حسناً. واو، نعم. لنرى ما لديك. إنه وقت الفيلم. لا يوجد أي شيء يمكنني فعله هنا. واو. لي. ليس مجددا. نعم. نعم. أنت. نعم. أوقف في هذا الإزعاج. حسنا. أفضل من لا شيء. واو، تبدوان رائعين. يمكنكم الدخول مباشرة. لا شيء أسوأ من الجلوس مع الغرباء، لذلك حجزنا كل القاعة لنا. العب بالنقود يا عزيزي. ماذا يجب أن نشاهد؟ فيلم الرعب؟ 5 دولارات لفيلم غبي؟ أظن أن بحوزتي بعض النقود. هل تظن أن هذا يكفي؟ تنقصنا 4 دولارات.
حصالتي. لابد أن هناك نقود هنا. حقاً؟ هذا لا شيء تقريباً. كان الأمر يستحق المحاولة. لا يزال ينقصنا الكثير. حسناً، لنبدأ مهمة التنقيب عن النقود. لابد أن الأغاني التي ألفتها لها قيمة. هل دفعت لي لأتوقف؟ على الأقل دفع نقوداً لي. حسناً، اقتربنا. لابد من وجود نقود في مكان ما هنا. ظننت أن لدي مبلغاً أكبر. هل من نقود في هذه الجيوب؟ هل هذه سترتي أساساً؟ بقي مبلغ قليل. ما المبلغ الذي حصلت عليه يا بيلا؟ لا يزال ينقصنا 80 سنتاً. خطرت لي فكرة. تذكرة واحدة من فضلك. سيتسع المقعد لي. شكراً. هل أنت جاهزة لمشاهدة الفيلم يا بيلا؟ حان وقت الخروج من المخبأ. لا شيء يضاهي الاثنين في واحد. أجل، كل شيء جاهز. واو، لقد خرجت. المعذرة، لن تذهبي لأي مكان. ربما ستغير النقود رأيك؟ هذا سرنا الصغير. تفضلي يا آنسة. كيف الحال؟ أحضرت لك أحدث هاتف آيفون. لدي واحد مثله. لم أتوقع هذا. هذا محرج. مرحبا، هل يمكنني؟ لكني رسمت هذه اللوحة لها. ممنوع. مهلا، دعها تدخل. ما أروع هذه اللوحة. ماذا؟ كيف دخلت ميكي؟ هذا ظلم، أنا سيئة في الرسم. سأضع المزيد هنا. مرحبا بيتي، لنشاهد فيلما معا. هل يمكننا الذهاب بسيارتك الجديدة؟ مرحبا ميكي، أعجبتني سترتك الجينز. شكرا. يجب أن أذهب لحصة الكيمياء. وهل أنا مزهرية؟ ألوان، أحتاج لوحة رسم فارغة. سيكون هذا المقلب رائعاً. لا أظن أن سترتها ستعجب توماس بعد الآن. بسرعة، لا أحد يرتدي ملابس مبقعة. كما لو أنها ملطخة بالخردل. نعم، هناك شيء على سترتك. أو لا، كيف وصلت هذه البقعة هنا؟ لا تقلقي، لن يلاحظها أحد. هذا محبط، لكني سأصلحها بنفسي. هل توجد بقعة على ملابسك؟ يمكنك الإبداع وابتكار شيء فريد منها. ارتدي قفازاً وغطه بالدهان، ثم اطبعه على القماش. انظر إلى هذه الألوان المرحة، ويمكنك رش الألوان لإضفاء لمسة فنية. وانتهيت. هجل، حولت البقعة إلى قطعة فنية. واو، يجب أن أصورها. سينبهر الناس بتصميمك الفريد. ما الذي يحدث هنا؟ لماذا أصبحت سترتها رائعة؟ إنه يوم جميل آخر. هذا أفضل. أولاً سأقوم بتقشير شامبو على الجودة. حان وقت البلسم الآن. لا أعرف كيف سأعيش بدون قناع الشعر. ماذا؟ كما لو أني سأذهب للمدرسة بمسام كبيرة. هذا الروتين للعناية بالبشرة صارم، لكن إن كنت تستطيع تحمل تكاليفه فما المانع؟ ولن أنسى الشفتين مع عجون الأسنان. لكن عندما تصل لمنتجات الشعر لا يمكنك الاكتفاء منها. أخيراً وليس آخراً، يا سلام. أهلاً سيد توماس، وقت الغسيل.
لم أنم جيداً بالأمس، لكن الحمام الساخن سيقظني. هكذا أشعر بتحسن. هذا الصابون 10 في 1 مفيد جداً. لماذا تصرف ثروة على منتجات مختلفة عندما تستطيع الحصول على كل شيء في عبوة واحدة؟ حسناً، حان وقت الشعر. يا سلام، رائحته منعشة. أبدو منتعشاً الآن. ماذا عن نفسي؟ أحتاج لتفريش أسناني. أجل، هذا المنتج الرخيص مفيد للأسنان أيضاً. حدثني عن التوفير. كنت أنسى، يجب أن أغسل ملابسي. لقد ارتديتها في النادي بالأمس، لذلك تحتاج إلى فرك جيد. هذا يكفي. حسناً يا طلاب، من سيحل هذه المعادلة؟ أي أحد؟ ليس أنا. باتي، تحركي وتعالي هنا. أوف، حسناً، ابدأي الحل. هيا. لا أعرف طريقة حلها. ماذا؟ اجلسي. يا إلهي، لماذا صرخت علي؟ من يريد حلها؟ تعالي أنت. ميكي مجدداً، ها؟ هل تنورتها مثقوبة؟ كم هذا مؤسف. حاولي شراء شيء جديد ولو لمرة في حياتك. أنا قادمة. أوه، تنورتي. اللباس الداخلي، انظر إلي. حسناً، سأحول الموقف إلى تجربة إيجابية. ما أروع هذه الحركات، لا تتوقفي. حسناً، ستحصدين الكثير من الإعجابات. ما أروعها، سأسميها رقصة اللباس الداخلي. أجل، هذا رائع. هذا مبهر، حصدت الرقصة إعجابات هائلة. لماذا حظها يفلق الصخر؟ طفح الكيل. ما أقوى الطالبات الثريات، تتبختران بكل غرور. لم نلتقط صورة سيلفي اليوم، لا تنسي الفلتر. مهلا، لا أظهر في الصورة، التقطي المزيد من الصور. ابتسمي. هل أنت راضية الآن؟ كلا. مشكلات الثريات، لدي مشكلات أكبر، مثل رمي قمامة متراكمة. من أين جاء هذا الكيس؟ صور سيلفي، ها؟ خطرت لي فكرة رائعة، يجب أن أجهز المكان. سأضع الهاتف الآن، سيثبت في مكانه بهذه الطريقة. إنه أشبه بحامل هاتف. حسناً. يا إيسي. أنا؟ نعم، أنا قادمة. هل تريدين التقاط صورة معي؟ ستظهر كلانا في صورة. النتيجة؟ واو، تبدو رائعة. أنا ظاهرة في الصورة. إيسي، مرحبا، سأظل معك لبعض الوقت. ما خطبها؟ عزيزي، عدت للمنزل. أوه، تبدين رائعة. ما أجملها. تذكرت. ماذا؟ يجب أن أطلب الآيفون الجديد. وهذا مني أيضاً، صحيح؟ وصل الطلب بسرعة. هل ترى؟ الألوان متطابقة، يمكنني وضع كل الهواتف في الباقة. أوه طبعاً. كان يوماً سيئاً، ستبهجني بعض الزهور. هذه الزهور جميلة، هل هي ملكية عمومية؟ سأخذ واحدة فقط. هذه ملكية خاصة يا آنسة. لم أكن أعرف. هل هذا لازم؟ أنا لست مجرمة. أوف، إنها تبكي مثل طفلة. حسناً، آمل أن تتعلمي الدرس. أجل، شكراً. قف مكانك. كيف
كان يوما حافلا. يا ليتني بقيت في المنزل. مهلا، هذه الزهور هدية لي. كيكات الزفاف هذه مملة. مرحبا، هذه أغلى كيكة لدينا. لم تعجبني. ربما ستعجبك هذا، إنها مفاجأة الفراولة. تقصد مفاجأة مملة؟ وجدتها، هذه الكيكة مخصصة لذوات الذوق الرفيع. هذا واضح، سأغادر المحل. لدي واحدة أخرى. إنه يضيع وقتي. لماذا لم تريني هذه الكيكة من البداية؟ إنها كل ما حلمت به. آمل أن تعجبك. أنت تبتسمين، هذه علامة جيدة. ما أجمل كيكة الزفاف هذا. أوه، كم هي رائعة. إنها مناسبة للأميرات. مرحبا حبيبي، انظر إلى هذه الكيكة، سعرها 1000 دولار، لكني أريدها بشدة. سأتحقق من جيبي، سأعمل لساعات إضافية. فكرة جيدة، أتمنى لو أستطيع. مهلا يا بيتي، ما رأيك؟ كيكة أحلامك بين يديك، لكن حجمها أصغر. أنا أحبك. أوف، لا شيء جديد. ماذا يوجد على التلفاز؟ صوتها جميل. شكراً شكراً. واو، خطرت لي فكرة. ألو، أجل حالاً. لماذا أشاهد التلفاز عندما أستطيع إقامة عرض موسيقي حي في غرفتي؟ يشعرني صوتها بالنعاس. كلا، هذا ممل أكثر مما توقعت. حسناً يا آنسة، هذا يكفي. أوف. حسناً، هذا أفضل. يا لوقاحتها. التالي. مخت بوما. إنهما يحاولان جاهدين، لكني سمعت ما يكفي. حسناً، أحضر المغني التالي. منزلك جميل، حان وقت الغناء. ليس سيئاً، هذه الألحان حماسية. أشعر برغبة في الرقص. خذ كل النقود، أنت تستحق ذلك. مرحى، نقود للجميع. هذا الأداء رائع. أظن أنه أعجب الجنين أيضاً. أعشق هذه الأغنية. هل تسمعها يا صغيري؟ لدي فكرة. إنها أصغر من بطني. أوف، أريد أن يسمع الجنين هذه الأغنية أيضاً. هذه سماعتي الوحيدة. لا، لا يمكنني سماع الأغاني الآن. إلا إذا وجدتها. سأحتاج هذا الحبل. السماعة جاهزة. آمل أن يعجب صوتي الجنين. أظن أنه أعجب. كانت رحلة التسوق مرهقة. أوف، لم تكن بذلك السوء. التلفاز، سأذهب للمطبخ. سأرى مشترياتي من جديد. ما أصغر هذا الحذاء،
حجمه صغير جداً. وهنا لن يرتديها حتى يكبر. ما أجمل هذا الزوج! أصغر زوج رأيته في حياتي. ماذا؟ لم أرى هذه الأحذية في مركز التسوق. إنها أجمل بكثير مما اشتريته. عزيزي، ماذا الآن؟ أريد هذا الحذاء الصغير. إنه جميل بالفعل. حسناً، ستحصلين عليه. سأشتري هذا الزوج. هل أنت سعيدة؟ أجل، سعيدة جداً. هل يمكننا التوقف عن التسوق الآن؟ حصلت عليه، انظري. واو، ما أروع السلعة هنا. هذا الحذاء صغير. هل سعره 200 دولار؟ لأجل الحذاء؟ أوف، هذا الزوج جميل وسعره معقول. سأشتري هذا الحذاء. حسناً، سعره 4 دولارات. لا مشكلة. هناك مشكلة في الواقع. لدي دولاران فقط. لا يمكنني شراء أي شيء. ماذا عن حذاء الدمية؟ ما رأيك؟ أظن أن هذا ممكن. يا لها من غريبة. ماذا يحدث هناك؟ نعم. واو، أنت، هذا سجن وليس استوديو. لكن انظري، ألا يبدو ممتعاً؟ رائع، فهمت. أيمكنني الدخول؟ أجل. إنه صمت مطبق. أصوات أفكاري عالية جداً. أهلاً يا صغير، أنت تحب الحفلات، صحيح؟ حسناً، شكراً. هل يكفيك هذا؟ نعم، هيا بنا. لديك المال؟ نعم، انتهيت. أجل، يبدو جيدا لي. يا لحظها، أريد وشما أيضا. أنت؟ نعم. نعم، نعم. مجددا، ما أحتاجه بالضبط. سألعب دور فنانة يوشو من اليوم. أنت؟ رائع! واو! هل تريدين واحداً مثله؟ أجل، لملء وقت الفراغ. الوضع مختلف قليلاً مع الأغنياء أمثال بيلا. حقاً؟ أظن أن وقت الشحن قد حان. سأدخله هنا، ثم سأوصله في القابس. أظن أني أحتاج توصيلة كهرباء إضافية. انتهى فصل الإعلانات. قنوات الأفلام هذه رهيبة. كيف يعيش الناس بدونها؟
هيا تحرك لليمين. قلت اليمين. لا، كان علي شحن. أهلا أيها الهامستر، ألست ظريفا؟ حسنا، هل أنت متأكد من أنك تريد فعل هذا؟ نعم، هل هذه فاتورة الكهرباء؟ يا إلهي، هذه أصفار كثيرة، لا يمكن أن تكون فاتورتي، لا يمكنني تسديدها. لابد أن هناك طريقة أفضل. الحاجة أم الاختراع، وعلي توفير نقودي. من يحتاج مقابس الكهرباء أصلاً؟ الحاجة للتوفير تدفعك للإبداع. قدم لكم الآن آلة توماس الكهربائية السحرية. هل أنت مستعد يا سيد ويسكرز؟ حان وقت الركض. يجب أن يولد ركضك طاقة كافية. واصل الجري، أنت بطل خارق يا سيد ويسكرز، يمكنك فعلها، استمر. وقت للراحة، أوشكت على الوصول. لقد فعلتها يا صغيري، قد أكون فقيرا لكن هاتفي مشحون.